السلام عليكم. بإكسرسايز 30 عم يقلنا ABC is an equilateral triangle of side 1 cm. رح أرسم equilateral يعني عشوائية بإيدي، يعني مش رح تطلع مزبوطة 100%، مبينة isosceles مش equilateral. المهم خلينا نعتبر نحن equilateral إنه all sides are equal which side equal to 1 cm مثل ما هو عم يقول. ABC وكل الانجلز اكيد نحن بنعرفهم 60 لانه على الكولاترال. الام هي variable point of BC، الام variable point على segment BC، يعني الام عم تتحرك somewhere here، هون 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 هون. ما فيني احطها بالميد بوينت لانه بتصير special case، مع انه ممكن تمرق هي يعني بالميد بوينت، بس انا رح احطها يعني مش على الميد بوينت، رح احطها هون مثلا. هيدي ام such that BM equal X. المسافة من البي للأم، من البي للأم هي X. طيب ونحن بنعرف البي سي كله قديش، ما هو equilateral والسايد كل السايد هو 1، معناتها هيدي 1 وهيدي 1 وهيدي 1، يعني البي سي هي 1 سنتيمتر. طيب شو بيكون الام سي بهاي الحالة؟ إذا كل السايد هو البي سي هو كله 1 وهي الشقفة X، يعني هيدي الشقفة هي 1 minus X. طيب عم يقول let m be، الام بي هي والام كيو هن الديستانس من الام للاي بي والاي سي ريسبكتيفلي. ريسبكتيفلي يعني اول وحده لاول وحده، يعني الام بي هي الديستانس فروم ام تو اي بي، الام بي ديستانس فروم ام تو اي بي. ديستانس من ام لاي بي كيف نرسم نحن ديستانس من بوينت لستريت لاين؟ distance من ام لستريت لاين اي بي، distance من بوينت لستريت لاين هي البربندكولار اللي جاي من البوينت على ستريت لاين، فاني برسم بربندكولار from ام تو اي بي تقريبا هيك. هيدي شو اسمها ام، قال لي ام بي، هيدي بتمثل الديستانس من الام للاي بي. كمان الام كيو هي distance from ام تو اي، from ام تو اي سي، ام كيو هي distance from ام to اي سي، هي معناتها respectively انه اول خط لاول خط وتاني خط لتاني خط بالتتابع. يعني ام كيو هي distance from ام to اي سي، distance من ام لاي سي يعني برسم perpendicular من الام على السايد اي سي هيك تقريبا، لعله هيك ان شاء الله ظابطه. هيدي perpendicular هون. طيب calculate MP and MQ، بدو distance MP وبدو distance MQ قديش هني هول. طيب هات لنشوف، هاي صف تامن وتاسع. إذا أخذنا triangle MPQ in triangle MPQ، شو في عنا؟ في عنا ال B هي 60 وعنا ال P هي 90، يعني تلقائيا الأم شو هي 30، يعني صار في عنا تريانجل بي بي ام هي سيمي ايكولاترال، مش هيك؟ از سيمي ايكولاترال. ونحن ما نطلع الام بي، الام بي هو السايد بهاي تريانجل، الام بي هو السايد فيسينج 60، الام بي هي فيسينج از فيسينج بي اللي هي 60 ديجريز. معناتها الام بي شو بيساوي حسب الرول؟ مخدينا بالثامن انتو الخط اللي بوجه 60 بيساوي هايبوتونيوس راديكال 3 اوفر 2، هايبوتونيوس راديكال 3 اوفر 2. من الهايبوتونيوس هون بالترينجل بي ام بي بي ام هو اللي بوجه 90، ال 90 هي بي، الهايبوتونيوس هو بي ام، فيعني بي ام راديكال 3 اوفر 2 يعني قديش طول البي ام؟ هي اكس، يعني اكس راديكال 3 اوفر 2. فإذا الام بي طول اكس راديكال 3 اوفر 2. نفس القصة رح نشتغل هون، الام سي الام كيو رح تطلع 1 ماينس اكس راديكال 3 اوفر 2، ماشي؟ رح نقول لانه هي سيميلارلي هون هيك، سيميلارلي تريانجل ام كيو سي از سيمي ايكوالاترال، والام كيو هو مواجه للسي اللي هي 60، يعني ام كيو ايكوال هايبوتونيوس بقلب هاي التريانجل تايمز راديكال 3 اوفر 2 من الهايبوتونيوس هو ام سي. هاي التريانجل فيها الكيو 90 سي 30
والام اس سي 60 والام هي 30، فبيكون الام كيو موجه لل 60، الام كيو بيساوي هايبوتونيوس راديكال 3 اوفر 2، يعني ام سي راديكال 3 اوفر 2 يعني 1 ماينس اكس راديكال 3 اوفر 2. طيب السي هي 60 ليش؟ لانه انجل اوف ان ايكوليترال ترينجل، وبما انه الكيو هي 90 كيف عرفنا انه الكيو هي 90؟ هو قال لي ديستانس الام كيو هي ديستانس فروم ام تو اي سي، يعني الكيو في عنده 0 و90، هي هذه تعريف الديستانس من بوينت لا ستريت لاين هي البربنديكولر درون فروم ذات بوينت تو ذات ستريت لاين. طيب طلعنا له الام كيو والام بي، عم يقول بالبارت الثاني كالكوليت اكس سو ذات ام بي تايمز ام كيو از ماكسيمم، بدنا نحسب الاكس اذا هن هول ماكسيمم. هيدا خلينا نقول هيدا البارت 1، هلا البارت 2 بدنا نحسب له الاكس such that mp times mq is maximum. اول شيء خلينا نحسب ال mp times mq. mp times mq equal جواب ال mp طلع معنا x radical 3 over 2 times ال mq هيها 1 minus x radical 3 over 2. عم نضرب عادي الحرف بالحرف النمبر بالنمبر. radical 3 over 2 times radical 3 over 2، radical 3 by radical 3 هي 3، 2 over 2 هي 4 ماشي، عفوا 2 times 2 بدي اقول هي 4، radical 3 times radical 3 هي 3، بمعنى x times 1 minus x هي x square، x times 1 هي x minus x times minus x هي minus x square. طيب بيطلع هيك الجواب 3 over 4 x minus x squared. هو عم يسألني calculate x so that mp times mq is maximum. كيف منعرف x لما تكون هيدي maximum؟ نرجع على درسنا نحن اللي هو عن derivative، انه هيدا الفانكشن بيكون maximum لما derivative تعوله equal 0، والشرط الثاني derivative بده يغير اشارته. بما انه عم يحدد لي هو شو نوعية هيدا الاكستريمم انه هو بده اياه maximum، فالالفا برايم بتغير اشارته from positive to negative. فينا نحط نحن نوت عنا لما الفا برايم equal 0 and الفا برايم changes from positive to negative بيكون عنا شو؟ هذا الشيء بيعطينا maximum. كمان لما الفا برايم equal 0 and الفا برايم changes from negative to positive هيدا الشيء بيعطينا شو؟ minimum. وإذا f prime equal 0 ما غير إشارته ما بيكون عندنا لا maximum ولا minimum، بس بيكون التانجنت عليها parallel للx axis. طيب هذا ما بقدر أعمل أني أقول له let f of x، let f of x هي هيدي 3 over 4 x minus x square، وعملها derivative أنا f prime of x. بتعرفوا انتو اللي راح اعمل انا خلي هيدي الاي برا لانه هيدا الكوفيشنت نخليه مثل ما هو، وبعمل ديريفاتيف للجو، او ممكن يجي واحد يعمل اكسباند وبعدين يعمل ديريفاتيف. خليني اشتغل شيء انتو يمكن مثل ما تعودين عليه. خليني اعمل اكسباند 3 over 4 times x minus هيدي بهيدي 3 over 4 x squared. هلا بعمل ديريفاتيف f prime of x equal هيدي AX، شو الديريفاتيف اللي لها؟ هي A يعني 3 over 4. هيدي اللي هون AX سكوير، الديريفاتيف اللي لها مننزل ال 2 لهون بتنضرب ب 3 over 4 بصير minus 2 times 3 over 4 ومننقص من الباور 1 بصير يعني بكام باور 2 بصير باور 1، فبتصير F prime of X equal 3 over 4 minus كمان 2 times 3 over 4 رح اختزل 2 مع 2 بضل عندي 2 هون يعني 3 over 2 X. هيدا 2 اختزلتها مع الفور بقي 2 من الفور يعني بقي 3 over 2 3 over 2 x. هيدا الالفا برايم بدنا نحلها equal 0 لانه الماكسيموم بنحل بيجي من وراء الالفا برايم equal 0. الالفا برايم of x equal 0 equivalent 3 over 4 minus 3 over 2 x equal 0 equivalent 3 over 4 equal 3 over 2 x. خليني اعمل cross multiplication، هيدا الاكس مع مين؟ مع 3 ولا مع 2؟ هيدي مع 3 لأن هون يعتبر over 1، ال 1 تنضرب ب 2 والاكس ب 3، ف
الدينومينيتور هذه هي 2. بنعمل كروس مالتيبليكيشن بصير عندنا 4 تايمز 3 اكس يعني 12 اكس ايكوال 6، 3 تايمز 2 ايكوال 6 يعني اكس ايكوال 6 اوفر 12 يعني اكس ايكوال هاف. هلا الاكس ايكوال هاف هي الابسيسا اللي عندها الاف برايم ايكوال 0، بس بدي اشوف اذا غير اشارته الاف برايم من بوزيتيف لنيجاتيف. هات لنحطها هون وين بعد النوصح بدك الورقه الثانيه. طيب عملنا تيبل اوف ساينز للاف برايم لنشوف تغيير الاشاره كيف. هيدي اكس وهيدي اف برايم، واذا بدنا خلينا نحط الاف كمان. طبعا بما انه هي الاف هون على الاف هي بولينوميال، بس الفاليوز اوف اكس مال اكس هو ديستانس هون بالراس حسب الرسمه الاكس كان ديستانس مسافه، ما فيني اقول انه هو تحت الزيرو مش هيك؟ و يعني عم بحط حاول احط الدومين اوف ديفينيشن. اذا هو بولينوميال للوهله الاولى بتقولوا انه ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، بس ما في كونديشن الاكس از ا ديستانس لازم يكون من الزيرو بالطالع يعني مش هيك؟ طيب من الزيرو للانفينيتي صح؟ لا مش صح، مش للانفينيتي، لانه هو خلينا نرجع للرسمه. الاكس هي المسافه بين الام والبي، والام وين موجوده؟ على خط البي سي. قديش طوله للبي سي؟ طوله 1، يعني اقصى فاليو ممكن تاخذها الاكس هي 1، انه المسافه من الام للبي هي اكس. ممكن توصل الام تبعد عن البي لتوصل لعند السي، بس توصل الام لعند السي بصير المسافه من البي للام هي 1، فاكبر مسافه بتاخذها الام من البي يعني اكبر فاليو بتاخذها الاكس هي 1، واصغر فاليو بتاخذها الاكس هي 0. لما تيجي تقرب الام، كل ما تقرب الام على البي كل ما تصغر مسافه الاكس، كل ما تقرب الام على البي كل ما تصغر الاكس لتوصل الام لعند البي بصير مسافه الاكس 0. فهون الفاليوز اوف اكس هي من 0 ل 1 اكثر شيء. ماشي، هات لنيجي نعمل قلنا الفاليو اوف اكس اللي بيصفر عليها الاف برايم شو هي؟ هاف. بحط اني هاف، وحطينا الدومين اللي هو من 0 ل 1، وبنحط الهاف مطرح ما الاف برايم بيصفر. هي الاف برايم صفرت على الهاف. طيب قبل الروت اللي هو هاف، شو في عندنا اشاره الاف برايم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هات لنا نقول الاف برايم هون اف برايم هي 3 اوفر 4 ماينس 3 اوفر 2 اكس مش هيك؟ هي الاف برايم. هيدي كوادراتيك ولا سنجل روت؟ هيدي عندها سنجل روت، هيدي ايكويشن، هيدي فيرست ديجري. فلما يكون عندنا سنجل روت قبل الروت بنحط اشاره بعكس الكوفيشنت للاكس، بعد الروت بنحط اشاره سيم از كوفيشنت اوف اكس. اشاره الكوفيشنت للاكس هي ماينس هون، هي هيدا الاكس، هيدا الكوفيشنت للاكس اللي هو ماينس 3 اوفر 2، اشارته ماينس، فبنحط هون قبل الروت بنحط اوبوزيت يعني بلس، بعد الروت بنحط سيم. واللي بيعرفش يحط الاشارات في ياخذ فاليو، مثلا يعرف الاشاره اللي هون بياخذ فاليو بالمنطقه اللي هون، الفاليوز بالمنطقه اللي هون هن من الزيرو للهاف، ياخذ فاليو بيناتهم مثلا ربع بين الزيرو والهاف، يعوض بهيدي محل الاكس يحط ربع، بيحسبها على الكالكوليتر رح يطلع جوابها بوزيتيف، فمعناتها هون في بلس. كمان عشان يعرف الاشاره اللي هون ياخذ فاليو بالمنطقه اللي هون مثلا بين النص والواحد، لنقول ياخذ 3 ارباع 3 اوفر 4، يحط محل الاكس 3 اوفر 4 يحسب على الكالكوليتر بيطلع ماينس، يعني معناتها هيدي اللي هون الاشاره لازم نحطها ماينس. هلا هون عندنا بوزيتيف يعني انكريزنج، وهون عندنا نيجاتيف يعني ديكريزنج. هون بنستنتج بنقول له اف برايم، اف برايم از 0 ات هاف ات اكس ايكوال 0 ات اكس ايكوال هاف ات اكس ايكوال هاف اف برايم ايكوال 0 اند اف برايم تشينجز اتس ساين فروم بوزيتيف تو نيجاتيف، ذن f has a maximum at x equal شو هي هالمنطقة الماكسيموم هون طالع ونازل، شو هي الفاليو اللي عندها ماكسيموم؟ هي هاف. بس قديش الفاليو للماكسيموم؟ يعني الماكسيموم قديش هو؟ هلا هو f of half بيكون ماكسيموم، هو f of half بس at x equal شو؟ at x equal half. this maximum لو سألني عنه بحسبه this maximum، هو مش سائل عنه للماكسيموم. this maximum is f of half، الاف هي نحن حطيناها
3 over 4 x minus x squared. يعني هي 3 over 4 half minus half square. يعني 3 over 4 half minus half square يعني quarter. Half minus quarter is a quarter. طيب 3 over 4 times quarter is 3 over 16. هيدا هو الماكسيموم. هيك بنكون طلعنا الماكسيموم للام بي تايمز ام كيو. فيكن كمان انتو توقفوا الفيديو وتعملوا هذا الاكزامبل بنفس الطريقة. انا رح تابع حله لهذا الفيديو بنفس الطريقة. اي بي سي هي ايكولاترال ترينجل، رسمنا اياها المرة الحمد لله. السايد تعولها 4 سنتيمتر، يعني اي بي ايكوال 4، سي بي ايكوال 4، وسي اي ايكوال 4. Let M and PQ is a rectangle inscribed in this triangle. M and PQ مثل ما شايفين هو rectangle هون. Suppose AM equal X. AM هي X والNB هي X. For what values of X is the area of the rectangle maximum? أول شيء لنعرف الX بدنا نطلع الأريا للرectangle. الأريا للرectangle equal length times the width، مش هيك؟ length times the width. حتى اعرفها كمان للاريا ريكتانجل لازم طلع كمان length times length times width. طيب هات لنشوف. خليني اكتب شيء هون. length هو الام ان او الكيو بي. نحن بنعرف الاي بي قديش هي كلها. الاي بي كلها هي 4 حسب ما قال، والاي ام هي اكس، والان بي هي اكس هول جيفن. يعني الام ان شو بتكون؟ هي كل شيء ما عدا الاي ام والان بي، يعني هي الفور كلها ما عدا هول التنتان. فمنقول الام ان هي عباره عن الاي بي ماينس الاي ام ماينس الان بي، يعني هي 4 ماينس اكس ماينس اكس، يعني هي 4 ماينس 2 اكس. هيك بنكون حسبنا الام ان. كمان بدنا نحسب الام كيو. كيف بدنا نحسب الام كيو؟ هيدا الانجل اللي هون 60 وهيدا الانجل اللي هون 90. يعني تريانجل، هلا ليش الاي 60؟ لانه انجل اوف ايكولاترال تريانجل. يعني شو صارت النيتشر للاي كيو ام؟ صارت سيمي ايكولاترال. نقول له نحن هون انه اي كيو ام از سيمي ايكولاترال تريانجل. اي كيو ام تريانجل اي كيو ام از سيمي ايكولاترال. إذا ما نحط تفسير نقول A equal 60 and M equal 90. ما في داعي أصلا، هو مجرد ما قال لي ABC equilateral و M cube BN is a rectangle دغري خلاص، يعني triangle AQM is semi equilateral. يعني ال M cube اللي هي بوجه 60 equal hypotenuse radical 3 over 2. من ال hypotenuse بال AQM هو ال AQ equal AQ radical 3 radical 3 over 2. بس ال AQ مش معطينا، هي معطينا ال AM. نحنا بنعرف انه هيدا السايد لبوجة 2 هي اذا ال A 60 وال M 90، يعني ال Q هي 30، ال AM هي facing 30. الاي ام اللي هي كيو اللي هي اكس اللي هي فيسنج 30 بتكون بتساوي نص الهايبوتينيوس. ماشي، الاي ام ايكوال هاف ذا هايبوتينيوس. اذا الاي ام هي اكس يعني الاي كيو راح تكون شو 2 اكس. واضح؟ فالكيو ام راح يكون محل الاي كيو راح احط شو 2 اكس، يعني ايكوال 2 اكس راديكال 3 اوفر 2 ايكوال اكس راديكال 3، بتطير 2 مع 2. طيب أو دغري في ناس بحافظين رول إنه the side facing 60 equal the side facing 30 times radical 3، يعني دغري x radical 3 كمان بيمشي الحال. أو إنه بدي أجيب أول شيء الهايبوتونيوس كله بيمشي. وفي ناس استعمل trigonometric relations ما في مشكلة كمان حسب اللي بتحبوا أنتو. طيب طلعنا الـ MQ، طلعنا الـ MN، هلأ بدي طلع الأريا. الأريا of MQPN is هي ال width times the length، يعني QM times MN. QM times MN يعني X radical 3 times 4 minus 2X.
كمان عشان نعرف لا نعرف الاكس لما الاريا هيدي هلا الاريا هي هيك. عشان نعرف الاكس لما الاريا هي ماكسيموم بدي اعمل لها ديريفاتيف لها وحلها ايكوال 0 وشوف الاف برايم انه متغيره من بوزيتيف لنيجاتيف. طيب راح اخذ فانكشن حتعمل ديريفاتيف بدي اعتبر هيدي فانكشن اسمه اف. ليت اف اوف اكس هي اكس راديكال 3 تايمز 4 ماينس 2 اكس. اف برايم اوف اكس هاي اعتبرها يو وهيدي في، هي يعني يو برايم تايمز في بلس في برايم تايمز يو. اليو برايم يعني هون اكس راديكال 3 برايم تايمز 4 ماينس 2 اكس، هيك صار يو برايم تايمز في برجع في برايم تايمز يو. هلا راح اعمل اول شيء اول خطوه ما اعمل الديريفاتيف، انا بس حطيت الرول. يلا هات لنشوف شو الديريفاتيف لاكس راديكال 3 برايم. هي راديكال 3 مش نحن ماخذين اذا عندنا اي اكس الديريفاتيف تاعولها الديريفاتيف تاعول الاي اكس هو اي، اذا اكس مضروب برقم الديريفاتيف تاعولها هو الرقم اللي مضروب بالاكس. هون الرقم اللي مضروب بالاكس هو راديكال 3، او اذا بدكم 1 راديكال 3 هي ذاتها 1 راديكال 3. طيب تايمز 4 ماينس 2 اكس بلس الديريفاتيف لل 4 ماينس 2 اكس، الديريفاتيف لل 4 هي 0، الديريفاتيف لل ماينس 2 اكس هي ماينس 2، بطلع عنا هون اكس راديكال 3. هلا اكسباند عادي 4 راديكال 3 ماينس 2 راديكال 3 اكس ماينس كمان هي معها 2 راديكال 3 واكس 2 تايمز راديكال 3 2 راديكال 3 واكس، هيك يعني بصير 4 راديكال 3 هلا ماينس 2 راديكال 3 اكس وماينس 2 راديكال 3 اكس بتصير ماينس 4 راديكال 3 اكس. طيب فينا ناخذ كومون وفينا نتركها هيك. هيدي الاف برايم شو لازم اعمل؟ لازم حل اف برايم ايكوال لزيرو وادرس اشاره الاف برايم. اف برايم ايكوال لزيرو ايكوفالنت 4 راديكال 3 ماينس 4 راديكال 3 اكس ايكوال لزيرو ايكوفالنت 4 راديكال 3 ايكوال 4 راديكال 3 اكس ايكوفالنت، يعني الاكس رح تطلع 4 راديكال 3 اوفر 4 راديكال 3 يعني اكس رح تطلع شو 1. طيب هلا بنجي للتيبل عرفنا الفاليو نحن اللي راح يصير عندها ماكسيمم، بس كيف بثبت انه هو ماكسيمم مش مينيمم؟ بدي اعمل تيبل اوف ساينز للاف برايم عشان اعرف اذا ميز اذا ماكسيمم ولا مينيمم. بدي اعمل تيبل اوف ساينز للاف برايم، هيدا التيبل هيدي اكس وهيدي اف برايم، هاي بكفي الاف برايم وهيدي اف لبين الماكسيمم اكتر. هون بحط فوق الدومين اوف ديفينيشن اوتا فاليو للاكس رح تكون 0 لانه الاكس هي ديستانس، واعلى فاليو هي 4 لانه الاكس عم تتحرك على خط اكبر شيء هو طوله 4 الخط، يعني ما بتاخذ اكثر من فاليو 4. وبحط بالنص الفاليو اوف اكس والاف برايم ايكوال 0. الاف برايم هون سنجل ولا كوادراتيك؟ الاف برايم هي هون 4 راديكال 3 ماينس 4 راديكال 3 اكس، يعني هي سنجل روت عند اعلى باور هو اكس باور 1. فقبل الروت تعولها بنحط إشارة بعكس الكوفيشنت للأكس، يعني إشارة بلس، بعد الروت بنحط سيم، يعني هون increasing برجع decreasing. طيب شو هو هذا الماكسيموم؟ هو f of 1. وين هذا الماكسيموم؟ هو at x equal 1. فمنقول له نحن هون إنه الأريه is maximum at x equal 1. This maximum مش سألني عن هذا الماكسيموم، this maximum is f of 1. بعود 1 محل الاكس بالاف. مين الاف؟ هيدي اللي فوق، حط محل الاكس 1 بصير عندنا اكس يعني 1 راديكال 3 تايمز 4 ماينس 2 بي اكس يعني ماينس 2 بي 1، بيطلع عندنا راديكال 3 4 ماينس 2 يعني 2، بيطلع جوابها 2 راديكال 3. فاذا هذا الماكسيموم هو 2 راديكال 3 يونت سكوير او سنتيمتر سكوير. مش سألني عنه للماكسيموم، بس عم يقول لي هو find the value where the area is maximum. هيك بنكون طلعنا الماكسيموم. يعطيكم العافيه.